السلام عليكم جميعا، كنتمنى تكونوا بخير. انا شويه عيانة، يعني اعاني من الزكام ولكن في مراحلي الاخيره الحمد لله. اليوم خرجت عرضت العصافير ديال الكناري لاشعه الشمس، يعني وهذه عندي عاده انني يوميا تنعرضهم لاشعه الشمس لفتره معينه، يعني ولو لي 10 دقائق أو ربع ساعة، لأن كما هو معروف فالشمس مفيدة للعصافير، فهي تمد أجسادهم بفيتامين دي الذي يقوي العظام. يعني لا يعقل أن تترك العصافير في مكان لا تصله أشعة الشمس كما ترون. فراخ الكناري محبة للشمس، سوف أقدم لهم مياه من أجل استحمام، فطيور الكناري تعشق الاستحمام، ويجب أن تكون مياه الاستحمام نقية، أن نقوم باستبدال مياه بشكل مستمر ويومي كما ترون. أنا دائما أمدهم بمياه نقية وهم كما ترون يحبون ذلك. فطيور الكناري كما هو معروف يعني محبة للاستحمام بشكل يومي، ولو كان الجو باردا ولو كانت المياه باردة أو ساقعة. كما ترون أنا دائما أغير لهم مياه، وأمنحهم فرص للاستحمام بشكل يومي. فبمجرد ما يلاحظون تساقط قطرات المياه على القفص يشعرون بالفرحة، يعني فلا تحرموا فراخكم من هذه الفرحة وهذه المتعة. فالاستحمام كما هو معروف يمنح طيور الكناري النشاط والحيوية. الطيور بصفة عامة محبة للاستحمام، لكن لاحظت أن طيور الكناري تحب الاستحمام بشكل كبير جدا. كما ترون يعني منظرهم جميل وهم يستحمون. أنا أعطيهم مياه للاستحمام وأراقبهم، ما يجعلني أشعر بالفرح والسعادة، يعني منظر جميل جدا. ومن خلال هذه التجربة أن إعطاء المياه
للكناري لطيور الكناري للاستحمام، يعني الطائر الذي يستحم يعني يعطيك إحساس أنه بصحة جيدة، والطائر المريض لا يستطيع الاستحمام. يعني هذا أمر جيد لمعرفة هل طيورك بصحة جيدة. فالاستحمام كما هو معروف يمكن طيور الكناري من تنظيف كامل جسدها من الفاش ومن كل الميكروبات العالقة بالأجنحة، بأجنحتها ومناقرها ومخاليبها، يعني جميع الفضلات العالقة بأجسادها يعني تمشي مع المياه لتنحل في المياه، ويصبح الطائر نظيف وجميل جدا. وبعد الاستحمام يجب أنا أضعهم يستحمون في مكان معرض لأشعة الشمس للمحافظة على درجة حرارة أجسادهم، فهم يحبون ذلك، يعني يحبون الاستحمام في مياه باردة وتحت أشعة الشمس، يعني هذا هو المطلوب. يعني عصافير جميلة جدا، يعني تقوم بتنظيف أجسادها بشكل مبهر، سبحان الذي خلقها وأعطاها هذه الميزة التي يفتقدها الكثير من الناس. حتى الطيور البلجي تحب الاستحمام، لكن طيور الكناري يعني من أكثر الطيور التي لاحظت أنها محبة للاستحمام. حقيقة أن تربية طيور الكناري شيء ما صعبة، لكن الجمالية ديال الطيور يعني رائعة، رائع جدا. كذلك الأصوات والتغريدات ولا أروع. يعني الإنسان يلاحظ هذا المنظر هذا، يعني هيشعر بالاسترخاء وينسى الضغط ديال العمل والإرهاق وكذلك المرض. يعني الإنسان يلقى واحد الفسحة، يعني فاش ينفس على نفسه. أنا دائما سنضيف لهم مياه جديدة دائما كما تلاحظون. دائما أضيف مياه جديدة للإناء. وفي الختام أشكركم جزيلا، وأتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، ومن كانت له طيور ألا يحرمها من متعة
وفوائد الاستحمام، وشكرا وإلى اللقاء.